البارتيشنز الاول احنا سيمبل كيسز وبعد كده نبتدي تصعب 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 لحد الايه مظلمة كيسز. هنبتدي بالدكتور محمود راجع مش عارف ايه بس موقفي صعب جدا دلوقتي. ليه؟ لان الموضوع ده اتهرب من الصبح الاكومديتيف ايزوتروبيا، والمفترض ان انا مش هضيف ليكو حاجة جديدة، انما انا يعني اعتقد اني هضيف ان شاء الله. ملخص سريع جدا للكلام اللي اتقال، كلنا عارفين الاكومديتيف ايزوتروبيا هم ثلاث انواع، الفولي اكوموديتيف وعرفتوا ايه هي، وفي حاجه اسمها البارشال اكوموديتيف كلكم عرفتوا ايه هي، وفي الهاي اي سي ريشيو اللي هي النون ريفلكتيف وبرضو عرفتوا دي ايه. النهارده انا هتكلم بالذات على الفولي اكوموديتيف، مش هتطرق للانواع الثانيه، وبناء عليه هنبتدي نتكلم في الموضوع بطريقه هحاول ما عيدش الكلام اللي انتوا كلكم عارفينه، وهحاول اعمل ستريس على النقط الجديده اللي يمكن في بعض الناس ما عندهاش فكره عنها. الوات از فولي اكوموديتيف ايزوتروبيا، كلنا عارفين بسرعه ان دوت ولد عنده هايبر متروبيا، والهايبر متروبيا اللي هي عنده دي بتخليه يعمل اكسسيف اكوموديشن تو سي الايمج مور كلير، ودي مصاحب ليها كلنا عارفين كونفرجنس، فالكونفرجنس دوت بيؤدي الى ايزوتروبيا. طيب زي ما احنا شايفين في الصوره دوت واحد عنده ريفراكتيف ايزوتروبيا او بنسميها فولي اكوموديتيف ايزوتروبيا، بمجرد ما حط النضاره بتاعته بتظبط. طيب الانست سريعا برضو يوجوالي هي بتبتدي من عند 6 اشهر لحد 7 سنين، انما بمشاهدتي خبرة فترة طويلة قوي عادة بتبقى تحت 5 سنين، انما في حالات بتبتدي بدري قوي. كلنا عارفين ان الكونجنيتال ايزوتروبيا والجديد بنسميها اسنشال ايزوتروبيا نوت لاس ذان 10-15% بيهم اكوموديتيف وبيتصلحوا بنظارات مش بعمليات. والاغرب ان في برضه بعض الحالات لحد 11 سنه بنشوفها تيجي ليت، تيجي متاخره 8-9 سنين. في حاجه لازم كلنا نبقى فاهمينها، فوتس ترابيزمس، يعني طفل صغير يا ما الامهات بتيجي معاه اطفال تحت الثلاث سنين يقول لك ده بساعات بيحوي. الحول ده حول كاذب، يعني ما اقدرش اعتبر ان الفاريبل انجل سكوينت في طفل تحت الثلاثه يبقى ده عنده حول. امتى ابتدي اقول ده عنده حول؟ بعد ما تعدي الثلاث اربع شهور الاولانيه، لان الماكلا ما بتكونش ديفلوبت قبل الثلاث سنين، فتلاقي ساعات يبقى ايزو ساعات اكزو. انما طب امال امتى اعتبر ان ده حول تحت الثلاثه؟ لو لقيت ان في زاويه ثابته باستمرار موجوده ما بتتغيرش، هنا ادي اهتمام للحالات. طيب not all far sighted children develop isotropia،
يعني مش كل طفل عنده طول نظر بيجيله ايزوتروبيا. طب ليه؟ انا عندي طفل عنده 3 4 درجات هايبرمتروبيا وبيحمي، في حين واحد تاني عنده يمكن 5 درجات وما بيحولش، بيجيله اديله نضاره فقط انه ما بيشتكيش من حمى. طب ده ليه؟ الفكره بمنتهى البساطه ان لما بيحصل اكوموديشن زياده في الطفل بيبقى معاه مصاحب ليه كونفرجن، فالكونفرجنس ده لو ما كانش كومبنسيتد بالفيوجنال دايفرجنس امبليتيود بتاعته بيبتدي يحصل حاجه. انما افرض الامبليتيود فيوجنز بتاع الولد ده الدايفرج كويس يبقى مش هيحصل له اكوموديتيف ايزوتروبي. 80% اوف ذا نيو بورن كلكم لازم تبقوا عارفين وعارفينها انه بيبقوا هايبر متروبس، يعني اما بلاقي طفل لسه مولود متوقع جدا ان لا عنده درجه ونص درجتين هايبر متروبيا. وطبعا هيريديتي بلاي رول في الموضوع ده. المانجمنت كلكم عارفين جلاسز اور كونتاكت لينس بيعملوا ريلاكسيشن للاكوموديشن والهانس كونفرجن بتصلح. طيب اما يجوا يسالوك الام بتسالني والله طب يلبس النضاره طول الوقت؟ اه طبعا اغلب الوقت لازم يبقى لابسها، لان طول ما عينيه ستريت بالنضاره طول ما انا بحافظ على البينوكلاريتي بتاعته وبيبقى الولد بينوكل. لو في امبلايوبيا زي ما عرفنا قبل كده زي الرول في السكوينت لازم اصلحها تماما. هنا بقى هديكوا حته، اول حته يمكن انا ببقى ملتزم بيها جدا، ان كلكم عارفين ان انت تقفل عين في طفل مصري صغير لا بيستحمل ولا الام نفسها الكومبلاينس بتاعها بيبقى عالي. وبعدين في حاجه تانيه، بتلاقوا اطفال كتير جدا من اللي انتوا بتلبسوهم النضارات دي بيرفضوا يلبسوها باي شكل، كل ما يلبسها ياخدها يرميها. فانا بصراحه بلجا للبينالايزيشن ومصمم على انها مهمه، لان بيلاقي الطفل ده جاي لي يمكن كان عند دكاتره قبل كده وقال له اقفل ويجي لسه بامبلايوبيا لان مفيش كومبلاينس خالص. فبريح دماغي ورايح الطفل ورايح الام بايه؟ اعمل بينالايزيشن فور نير. بينالايزيشن مش بنتكلم عليه دلوقتي انواعها، انما بينالايزيشن فور نير يعني انا بخليه ما يقدرش يشوف القريب. اديله اتروبين في الساوند اي على حسب سنه، ممكن اديها كل 3 ايام مره، ممكن اديها كل 4 ايام مره، ممكن اديها يوم ويوم وهكذا. النقطه دي مهمه جدا لسبب غصب عنه هيستعمل عينه. ادي واحد. في نقطه ثانيه، الولد ده هيبقى حابب النضاره لان سعادتك مزغلل له عينه اللي هي بيعتمد عليها، وبناء عليه بتقل الانسيدنس خالص بتاع انه يمسك النضاره يرميها. فانا بكسب الحاجتين دول. طيب فول اور اندر كوركشن، الاوبتكس والكتب العالميه كلها بتقول صلح الهايبر متروبيا للاخر. انا بقول لا، مش هصلح الهايبر متروبيا للاخر في العيال دي. اولا لسببين، لما بتدي الفول كوركشن وده كلنا عارفينه، بتدي الفول كوركشن لطفل من الاول عيال كتير جدا بيرفضوا النضاره، ادي واحد. فبيقول لك ايه؟ لبسه شويه النص كده وبعد شويه لما العين الاكوموديشن يريلاكس وكله ممكن تدي كله. انما انا مش بدي كله حسب ما الاوبتكس بيقول لسبب، انا بسيب الولد ده ايزوفوريك. ده الاحسن. ليه؟ لان لو الولد ده قرصه مش هيبذل اي مجهود في البينوكلاريتي بتاعته. انما لما يبقى ايزوفوريك هو البينوكلار فيجن بتاعه بعمل له اكسرسايزز، يعني دايما في اكسرسايز بينوكلار فيجن، وده كويس ان ما يجيلوش سبريشن بعد كده. يعني بعمل ايه؟ اشوف الفور كوركشن وبعد ما البسه النضاره والولد ده مظبوط 100% انزلها بحيث ما يخش في ايزو، بس يبقى ايزوفوريك مش اورسو. ده بقى النقط هبتدي اتكلم في حاجات شايف انها مهمه جدا وناس كتير من الدكاتره مش واخدين بالهم منها، وهقول ليه بقول مهمه. الولد ده في اوله بيبقى انترميتنت ايزو كويس، وبعد ما بيلبس النضاره ويجي يقلعها الام تيجي تقول لك ده بقى يحول من غير نضاره اكتر من الاول، وهقول لكم ليه. بس حد سال من اللي قاعدين دول كلهم، الولد مش عندوش ديبلوبيا، يعني لما بيقلع النضاره وبيحول ما بيشتكيش من ديبلوبيا،
ودي مشكلة. يعني ايه مشكلة؟ يعني معنى هذا الكلام ان حضرتك سايب له سبريشن سكوتوما في عينه. هو وانس لبس النظارة ومظبوط الدكتور مبسوط قوي، انما هو في ديفكت، هو مش 100% مش مليون المية البينوكولار فيجن بتاعه سليم. ليه؟ لان لما بيقلع نظارته ما بيشتكيش من الديبلوبيا. في اطفال يقلعوا النظارة يحولوا ويجي يقول لك عنده دبل فيجن، الام تبقى محدودة ولا ده هايل، ده معناه ان مفيش سبريشن سكوتوما خالص. طب ايه اهميه الكلام ده؟ انا هقول لكم عليه دلوقتي. اولا طيب ازاي اخلي طفل ظبطته خلاص يشوف دبل؟ الفلاش تكنيك. يعني ايه فلاش تكنيك؟ حاجه بسيطه قوي، ده اورثوبتكس بس بسيطه جدا، وتقدر تخلي كل اطفالك يشوفوا دبل. ان انا اجي قدام العين واعمل فلاش تكنيك كفر ان كفر فيري رابيد، وهو باصص على تارجت قدامه بيبتدي يحس بالصوره الثانيه، وهو ده اللي انا عايزه. بشيل السبريشن سكوتوما بمنتهى البساطه. يلبس النضاره ما عندوش دبل فيجن، لان اتظبط ايه لو النضاره عنده دبل فيجن، يبقى انا كده الباينوكلاريتي بتاعتي 100%. كويس. ايه اللي بيجرى بعد ما الطفل بيلبس نظاره؟ قلت انكريس فريكوينسي اوف ايزوتروبيا وزاوت جلاس. يعني كان الاول ساعات يحول قبل ما يتعالج، وبعدين تيجي الام تقول لك ده انت لما لبسته النظاره بيتظبط صحيح، بس بقى يحول اكتر من الاول. طب حد يقول لي ليه؟ عارفين ليه؟ مع الموضوع هو الموضوع بمنتهى البساطه انه قبل ما يتعالج لسه ما عندوش سبريشن سكوتوما، والولد ده بيحول ساعات فبيشوف دبل، ده غير، فهو بيفضل يشوف بلورد شويه عن انه يشوف دبل. حلو؟ طيب سعادتك لبسته النضاره اتظبط، اما بقى يقلع النضاره عنده سبريشن سكوتوما ما عندوش دبل فيجن، فعايز يشوف خد على الصوره كلير بالنضاره، يوم دايما يحول ويشوف دبل، ما بيهموش بقى ساعتها انما عايز يشوف الصوره زي ما هو شايفها بالنضاره. وبكده بتبص تلاقي ان الطفل ده بعد ما بيقلع نظارته بيبان بقى اكتر من الاول، ولازم تبقى فاهم الام هذا الكلام عشان ما تجيش تعمل لك انت خليته يحول اكتر من غير نظارته. طيب في بقى اهميه الدبلوبيا ايه؟ طب انا بقول كده ليه؟ كلكم عارفين ان حالات الفولي اكوموديتيف ايزوتروبيا بعد كام سنه او ممكن بعد شويه بتتحول لبارشال اكوموديتيف. يعني الولد ده بيجيلي مظبوط بالنظاره 100% وخلص، وبعد كام سنه بص لا بقى في زاويه ما بتتصلحش مع الفول ريفراكشن. مش كده وبس، الكونسيكتيف ايزو السيرجي، يعني واحد عنده اكزو خليته انت بعد العمليه ايزو، انما الكونسيكتيف اكزو في منها سيرجيكال وفي منها اوبتيكال. ياما حضرتك لبست واحد نظاره فولي اكوموديتيف مظبوط وبعد شويه تلاقيه ابتدى يفتح، فالعلاج ايه؟ يقول لك قلل له النظاره شويه لحد ما يظبط. طب ما هو علاج، بس ده مش صح. الحالات اللي عندهم ديبلوبيا، اللي انت خليت عندهم ديبلوبيا من الاول على مدى السنين اللي انا شفتها، ولا واحد جراله ولا بارشال اكوموديتيف ولا جراله الكونسيكتيف ايز. ليه؟ لان حضرتك ما انتش مخلي البينوكولار فيجن بتاعه هايل، ما عندوش سبريشن سكوتوما، فالولد كنترولنج مظبوط ما حصلوش الكلام ده. انما ما ينفعش اقول له ده بقى حصل له اوبتيكال بتاع ده كونسيكتيف ايزو، قللوا له النضاره واتظبط خلاص، ده كلام هيظبطه انما ده مش مظبوط. انا قلت الكلام ده اللي شرحته ازاي قلل الانسيدنت بتاع الكونسيكتيف اكزوتروبيا والبارشال اكوموديتيف ايزوتروبيا. السؤال اللي دايما بيتسال، الولد ده هيقلع النضاره امتى؟ ولا واحد يو كان نوت بريدكت بالظبط امتى هيقلعها، بس براون قال او بالمشاهده عموما الهايبر متروبيا في اغلب الاطفال تزيد للسبعه وتبتدي تنزل من السبعه وانت طالع لسن البيوبرتي او كده. انما في ناس بتكمل معاهم يعني بتزود على كده، ولو عايزين يقلعوا نظارات ده لو وصلوا 18 او بتاع ريفراكتيف سيرجري ممكن يبقى له دور في الحالات اللي زي دي. اخر حاجة هتكلم عليها وبرضو لازم نبقى اوير بيها، بيجي واحدة كبيرة عندها فولي اكوموديتيف ايزوتروبيا وتسألني سؤال تقول لي طب النضارة احسن ولا الكونتاكت لينز او الليسك؟ فمن الناحية الاوبتيكال
طبعا الكونتاكت لينس او الليسك احسن. ليه؟ لان ربنا خلانا لما بنيجي نقرا العين بتخش لجوه، والهايبرمتروبيا قدام كل عين في باي كونفكس لينس، لما العين هتخش لجوه بقى كانه قدام كل عين بيز اوت بريزم، صح؟ فكروا فيها، هي في النص اهي، اول ما تخش كده وباي كونفكس يبقى كانه بيز اوت بريزم على الناحيتين، ده يزود الديفيشن اللي جوه ساعه القرايه. الحاجه الثانيه، كل ما كان بتروح على البريفري بتاع الباي كونفكس لينس الباور بتاع الكوركشن بتقل، يبقوا الاثنين دول يخلوا لو هي لابسه النضاره يخلوها تحول اكتر او تبقى اكتر ساعه القرايه. الكونتاكت ما فيهاش هذا الكلام، والليسنج ما فيهوش هذا الكلام. اتمنى اكون قلت نقط ما زودتش عليكم الضغط النفسي بتاع الفولي اكوموديتيف، ونكون استفدنا ان شاء الله.